61 متر كاري، جوج ديال الغرف، صالون، مطبخ، حمام ولاكور، 5 ديال الدقائق البحر على رجليك، وفي احسن المواقع في سدر حال الشاطئ. غنرجعوا لونطري ديال هاد الشقه اللي كتجي من موبل اير بليس 2، المجموع ديال الشقق ديالها 8 ديال الشقق، كل طابق فيه جوج ديال الشقق، والشقه اللي مهزوزه على الارض باربعه ديال الدرجات، وقدامها واحد الجريده اللي زوينه تبارك الله في لونطري. باب بلاندي، وعلى لونطري عندك الصالون اللي كيجي بهاد المساحه، الصباغه صباغ الخيال اللي كتعم الشقه ككل، البلافو كيجي باللاد ولي سبوت، شراجم الومنيوم، الريدوات الكتريك، جريده قدام الباب الدار، وعندك هاد الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي كيجي بالام دي اف والعود. عندك على لونطري هاد الكولوار كيجي باللاد ولي سبوت. نمشيو على الصالون، غنمشيو للغرفه الاولى اللي كتجيب البلاكار ديالها، عندها اطلاله على الجريده، البلافو كيجي باللاد ولي سبوت كيف ما كتشوفوا. الشقه اللي مشمشه تبارك الله مزيان، ومازال في البرومي ايطاج والدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج. هاد الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي، الغرفه اللي كتجيب البلاكار ديالها، البيبان كيجيو سامبل، لي بواني كيجيو بالنوار، والحمام اللي كيجي عامر تبارك الله، الفاسك بالبلاكار ديالو، المرايه، الطواليط الروميه والرشاش. زليش حتى للسقف، البلافو كيجي بلي سبوت، البيبان كيف ما قلت لكم كيجيو سامبل. وعندك المطبخ اللي عنده لاكسي، لاكور، لاكور اللي كيجي بها واحد المساحه الكبيره تبارك الله. المطبخ البلاكارات الفوق والتحت ام دي اف، لا هوت والبلاك والفران، طاجر على شكل ال بالرخام جالاكسي. وعندك لافابو اللي كيجي باللون نوار كيف ما كتشوفوا. هاد الفاس فيه بلاصه ديال الثلاجه، عندك في لاكور عندك البلاصه تشوفوا البلاصه ديال الماكينه ديال الصابون، كيجي بهاد المساحه فين تصور حويجات تبارك الله، يعني كيجي بهاد المساحه على قد المتراج اللي في هاد الشقه. المطبخ البلافو كيجي باللاد ولي سبا لي سبوت، الغرفه ديال الوليدات اللي كتجي بهاد المساحه، الغرفه الثانيه عندك جوج ديال الغرف، صالون، مطبخ، حمام ولاكور، في احسن المواقع في سطح حال الشاطئ، بالمساحه ديال 61 متر كاري، وغتبقى بالثمن ديال 44 مليون قابله للتفاوض. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، اللي بغى يزورنا ياخذ فكره مرحبا و الف مرحبا، اللي بغى المزيد من المعلومات ما عليه الا يتصل بي على الرقم 086 86 63 50. مرحبا بالجميع.